لماذا يبكي مطاع يا سنة؟ ما تفعل به؟ مطاع بلغ سن الحلم. ماذا يعني سن الحلم؟ يعني أنه أتم سن البلوغ. وماذا فعلوا به يا سنة؟ لقد خصوه. وماذا يعني خصوه؟ يعني ضربت خصيتها أيها المعتوه. والله هذا حرام، لماذا يخصونه؟ انظر كم هو متألم يا سنة. عندما يبلغ الرهينة سن الحلم يقوم قائد الجند بخصيه حتى لا يقوم بأي عمل مشين عندما يذهب إلى قصر نائب مولانا رعاه الله. عملا مشينا؟ مثل ماذا يا سنة؟ يعني عمل غير أخلاقي. ماذا يعني؟ اخرسوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.